صحيح يعني نشكر أنا الهيئة المديرة في النادي الذي صفاقسي اللي تعرف قدراتي وأمنت بهم وإن شاء الله يعني نوريهم اللي يعرفوه وإن شاء الله يعني نخدم على روحي ونفرح جمهور النادي الذي صفاقسي إن شاء الله. كانت عندك عروض أخرى لكن اخترت السيسي على خاطر صحيحة يعني ما على خاطر أنا لهنا السياسية جمعية كبيرة هذا حتى واحد ما ينكر فيها ذايا ولهنا ستاف يعني نعرفهم سي الأسعد سي زياد سي محمد اللومي خدمت معهم في النادي الرياضي بن زرتي يعرفوني ولهنا يعني برشا عباد قالوا لي يعني وأنا نعرف لهنا هيك في النادي الرياضي صفاقسي اللي يعني الأمور الكل يعني ملائمة باش واحد ينجح وكل شيء موفر وإن شاء الله ننجح وإن شاء الله نفرح الناس الكل إن شاء الله. والله ما فماش صعوبات كبيرة يعني دخلت في الجو الأولاد وقفوا معايا دخلوني في الجو معاهم برسك نسك الأولاد اشتروا منعرفهم وقلت ربي لاباس إن شاء الله. والله نقول لهم يعني أنا جيت نادي الرياضي صفاقسي نعرف على شنو قادم جمعية كبيرة باش نخدم على روحي باش نفرحهم باش نفرح أنا زادة وباش ما نبخل حتى نقطع رق على المريول باش نلعب على المريول وإن شاء الله يعني نفرح الناس الكل وربي معنا إن شاء